أول شيء أنا كنت خارج إنطاكي، أنا عم بشتغل أنا محامية بخارج إنطاكي، سمعت بالزلزال، وقف الانترنت، وقف الاتصالات، وقفت العربات، مشيت 50 كيلومتر على أقدامي لوصلت لهي المنطقة. حتى فرق الإنقاذ كانوا خايفين يدخلوا بالبداية. دخلت لوحدي، والله ما كان في بني آدم، أنا أول شخص دخلت هالمنطقة. لقيت جيت تعرف على بنايتي، لقيت بنايتي موجودة. بصراحة كانت صدمة عارمة، وصرخت بهذا الفضاء، بهذا الحجر، إنه عم بصرخ لبابا ماما فداء، فينكن أنتوا؟ ما بعرف فينهم. طلعت من الانقاض، وقعت، رجعت طلعت وانا قاعده من المؤخذه، مالي خبيره يعني، لكن طلعت وصلت على السطح، شفت اغراضنا، شفت اشيائنا. والله العظيم يا اخي مثل ما عم بقول لك، الجام كبير، خشب كبير، كل قوه الله سبحانه وتعالى اجتني ودفشت، صرت ادفش الاغراض على الارض وابحث شوف ايدي شلون صارت. اجري من هون، من اجري، من هون لسه، من هون كمان، هذا كله لوحدي، ما كان في فرق انقذ، 3 ايام فرق انقذ ما في، ولا في حدا، ولا الدومري. اجري هاي مبعوجه، شايف هذا البعج نفسه لجوا مبعوج، حديده دخلت باجري، وانا وبالاخير يئست، ما قدرت الاقيهم، ما قدرت الاقيهم. بالاخير اجى بالصدفه شخص عم دور على اهله هون، حفر على اساس انه بيته الخامس، انا بيتنا نحن السادس، طلعوا امي واخوي، لقيتهم. طلبت انه يطلعوا لي، هن قالوا لي ميتين نحن نلحق الارواح، فجبت شباب من مرسين ساعدوني باخراج والدتي ووالدي واخوي ودفنتهم. هلا بقي لي بس والدي، وصار لي 11 يوم عم بستنجد بكل امه الله. لما استنجدتي ثواني خليك معي، الله يسعدك. لما استجنتي بالفريق السعودي، كيف كان ردة فعله معك؟ والله اجوا استجابوا مباشرة ووقفوا جنبي وحاولوا يهدوني، وراسا دخلوا الكبشة وقالوا لي نحن نتكفل فيكي، ما تخلوا عني ولا لحظة الفريق السعودي. الله يبارك فيهم، عم بقول لهم انتوا ربعي.